طب احكي لي انت تعرفت عليها ازاي؟ اول مره اتقابلنا كنا في رحله مطلعه الجامعه، كنا بنرقص ونغني وكنا مبسوطين قوي. عجبتني، حبيت ارقص معاها، شديتها ناحيتي اكتر من اللازم. عارف عملت ايه؟ عملت ايه؟ خرمت مشط رجلي بكعب جزمتها. ليه ده كله؟ بس بصراحة أنا غلست عليها شوية. واضح إن دمها حامي جدا. قوية وجدعة. بتعرف تاخد حقها لو وسط ألف راجل. الظاهر فعلا إنها بنت جدعة. ربنا يخليكوا لبعض يا نبيل. هي لسه في الجامعة هناك؟ لا، اتخرجت. وشغالة في مجلة مهمة جدا. والظاهر بقت صحفية كبيرة وليها اسم. مع إنها لسه متخرجة. السم فيه. وقف الطبع يا عم ربيع. محدش يقدر يوقف الطبع للاستاذ احمد مختار رئيس التحرير او الاستاذ فريد. فين اصل التحقيق بتاعي؟ اتجمع خلاص. هات اصل التحقيق بتاعي لو سمحت.